السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا المشاهدين مشاهدي قناة الرافدين، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من على ضوء القمر، والتي نستضيف فيها فنانا مقدسيا متميزا عمل على مدار 42 عاما في المجال الفني، وأنتج العديد من المنتجات الفنية التي عكست صورة المدينة المقدسة والشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الصهيوني، وكذلك عكست آمال وآلام وطموحات الشعب الفلسطيني ولا سيما الشعب المقدسي. ولد ونشأ وترعرع في حارة السعدية بالبلدة القديمة بالمدينة المقدسة، وما زال يقطن في هذه البلدة وفي هذه الحارة، حارة السعدية. من هناك يبث الأمل والفن ويتكلم باسم الشعب الفلسطيني، ولكن بطريقته الخاصة، بطريقة الفنان الحكواتي صاحب قهوة زعترة والشخصيات المقدسية المتعددة من الرجال والنساء، والتي يستطيع أن يمثلها جميعا في مونودراما متميزة، أكثر من 20 شخصية يستطيع أن يمثلها في شخصية واحدة كما سنتعرف لاحقا. حصل ضيفنا مؤخرا على جائزة مهرجان قرطاج الدولي في مجال المونودراما، وهي الجائزة المميزة التي يحصل عليها الفنانون الذين عبروا عن آلام وطموحات شعوبهم. أرحب باسمكم جميعا بضيفنا الكريم الفنان المقدسي الفلسطيني حسام أبو عيشة، مرحبا بك معنا. مرحبا بك، تحياتنا ل... الله حيك، حياكم الله، لقناة الرافدين وجمهورها الغالي. كل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم دائما باليمن والبركة والمحبة والرضا وهدات البال. إن شاء الله نحن وإياكم وأهل القدس والبلدة القديمة وحارة السعدية تحديدا التي سننطلق منها في هذه السهرة على ضوء القمر، وليس أجمل من القمر الفلسطيني المقدسي الذي يضيء وينشر الأمل في كل عالمنا العربي والإسلامي المثخن بالآلام بطبيعة الحال كما تعرف. دعنا ننطلق من حارة السعدية، من هذه الحارة التي ولدت فيها، ترعرعت فيها، ما زلت تسكن فيها حتى الآن، وأنت تنشر هذا الفن الجميل ليس فقط في الحارة أو في البلدة القديمة أو في القدس، إنما تجاوزت الحدود الفلسطينية وأصبحت نجما معروفا في هذا المجال. هل من تلخيص لهذه الرحلة الطويلة؟ يعني هي رحلة 42 عام. مش عمرك الحقيقي الآن، هو رحلة الفنية تقصد، يعني أنت مش مستضيف سيدة تستحي تقول عمرها. 42 عام حقيقة في هذا المجال تورطت فيه، ثم أحببت الورطة، ثم أصبحت أدافع عنها، ثم أدمنتها، واكتشفت أن الناس تحب هذا الإدمان، هو إدمان مفيد غير مغيب للعقل، يحترم العقل ويحترم العاطفة، يحافظ على التاريخ والقيم الإنسانية. حارة السعدية هي أكبر حارات البلدة القديمة. البلدة القديمة مقسمة لحارات، يعني مش مقسمة بمعنى أنه هذا مناطقياً باب حطة حارة السعدية الواد. حارة السعدية هي أكبر حارة. معروف أن سكان البلدة القديمة الإمكانيات الاقتصادية المتوفرة لديهم متواضعة، بمعنى قوتهم كفاف يومهم، يعني باللهجة الشعبية المقدسية فقراء، يعني فقراء إلى الله، تحويل القاف لكاف، يعني المواد المتوفرة شحيحة ولكن كان يقابلها الرضا. نعم. ولكن أنا شوية قصة الرضا يعني هيك وقفت عندها على وعي، أنه أصبحت أتعاطى مع الموضوع كوميدياً. شو كوميدياً يعني؟ ما عنديش حذاء، بلبس حذاء أخوي الأكبر مني يعني. وهذا حقيقي، يعني معظم الناس كانت تلبس حذاء أخوها بعد ما تكبر إجره أو تصغر إجره، وهكذا البنطلون وهكذا القميص. بس كانت مشكلتي مع أخوي، ما في شيء للرمي أبداً، ما في شيء للرمي زي الزيتون. الزيتونة من البذر تبعها بتسوى جفت نخبز عليه الكعك. نعم. لا حد الورق بتسوى، ما بنكب شيء يعني. بس كان عندي مشكلة، أخوي أكبر مني سنة ونص وهو شمالي، يعني الإيد بيأكل بإيده الشمال، وإحنا كلنا نأكل كل اثنين بصحن. فإذا أخوك شمالي وقعد قدامك وكوعه في تمك وهو بدي يأكل من الصحن، راحت عليك. نعم. فبدك تحارب على اللون، فيش غير الصحن. نعم. فكنت أحرد وأبكي إنه معرفتش أكل. بعدين اكتشفت إنه تحرد أو تبكي مش حل، وركز على تبكي مش حجيب لك نتيجة. نعم. الصحن راح، بدك تقاتل على أمتك.
فأصبحت مقاتل بطريقة فنية عن كل شيء ممكن يكون من حقي. بلدي، وطني، قميصي، بنطلوني، إيش ما بدك يكون يعني. وتعاطيت مع الموضوع بشكل كوميدي، إنه أنت بتلبس مثلاً نقول حذاء قديم، أوكي، ويجي حدا أبوه مقتدر يعني شاري له حذاء، نقول إحنا موديل 22 يعني حذاء مرسيدس 22 بيمشي لحاله. بقول له شايف أنت حذائك بيمشي لحاله ما بتتحكم فيه، بس أنا بتحكم بحذائي. بتخلي عنده علامة سؤال دائماً، بمعنى فأنت بتتعاطى مع الموضوع بشكل كوميدي، أولاً بخفف من أنك أنت دائماً بكاء. وأنا ضد البكائية، ضد أنك أنت تبكي من شيء يعني. وكمان أنت تقاوم هذا الموضوع بطريقة إيجابية، يعني تعطي الآخر طاقة إيجابية. في كثير جملة بتعجبني، بكيت 10 أعوام كي أمتلك حذاء جديدا، ولكني توقفت عن البكناء حين وجدت رجلا بلا أقدام. نعم، بتقول عن الأقل بلبس بابوش، بلبس جربان، بمشي كيف ما بدي. فإحنا بنعمة. هذه الأجواء الفقيرة بحارة السعدية أطلعت الناس لسانهم طويل، ولكن لسانهم طويل مش بمعنى سلبي، لسانهم طويل بالمعنى الإيجابي، إنه إحنا ما بنستسلمش، ما بنسكتش، دائما إحنا بنبحث على الأفضل. في كتير شغلات بالحارة السعدية. بداية استشعارك بالنفس الفني عندك، يعني أنت بالبداية عندما كنت طفلا لم تدخل مدرسة لتعليم الفن أو دراما أو إلى آخره، لكنك بالشخصيات الموجودة في محيطك، الحجات صاحبات أمك الله يرحمها والوالد وكذا، كل هذا المحيط كان بالنسبة لك مسرحا وفيه شخصيات متعددة، بدأت بتقليدها غالبا في ذلك الوقت، ثم انطلقت من هذا المكان. أخي يونس، المجال الإبداعي عموما، الإعلام، الفن، الموسيقى، الأدب، الشعر، الكتاب، الرسم، حتى الهندسة، الله سبحانه وتعالى بحط نقطة إبداعية في كل شخص. نعم. تميزه، تكون سبب رزقه. لاعب كرة القدم قدمه، شوف لاعبين كرة القدم أجوا من أحياء فقيرة لم يكن يمتلك قوت يومهم، قدم هذا الشخص كانت سبب نقول لرزقه ولرزق أولاده. في ناس في صوتها، في ناس بفكرها، في ناس في آلتها، في ناس في قدرتها على الكتابة. أنا الله أعطاني ملكة التقليد، يعني بعمل سكانر للشخص لمدة دقيقتين، بقلد صوته، بقلد شكله، بقلد من الله كيف بعرفش. فبدت هي مع صاحبات الوالدة، احنا عنا لانه بما انه الاحياء يعني قريبة من بعضيها والبيوت قريبة، كل اشي كان ينعمل بشكل جماعي، يعني ينقوا العدس بشكل جماعي. نعم. كل واحدة تجيب كده العدس تبعها او الفريكة وينقوا، طبعا بنقوا وبنقوا بدون توقف، بدون هذه بدون توقف، اللسان شغال والايد شغاله. اصلا انت بتعرف كيف تاسست الفضائيات؟ لا ما عندي فكره. فضائيه مؤنث. نعم. ففضائيات. نعم. يعني مؤنثه. نعم. فهي اجت من النساء. نعم. طبعا هذه من باب المداعبه. نعم. يعني نعم نعم طبعا. فما يتوقفوش عن الحكي، ولكل ام من هذول الامهات الجايين، ام محمد ومصطفى وام عيسى وام رشاد، ومن هذول كل ام لها الكاركتر الخاص فيها، طريقه حركتها، صوتها، يا اخي انا اقعد اطلع، كل واحدة بتطلع صوت مختلف وكيف بتعصب، يروحوا يخلصوا شغلهم، انا اعيد اللي صار حرفيا للوالده. نعم. فامي تتفاجئ تقول يعني، تقول لابوي ايش هذا الولد اللي عندك، بتاخدش محل، بفضحنا، بخزينا. طبعا مفهوم الام والاب انه انت عيب يعني تعمل هيك. نعم. فاكتشفت انه هذا المسمى العيب يعني هو لا شيء ايجابي. نعم. لانه انتم مثلا في سهره ثانيه، قالت لي حسام تعال قول لخالتك ميسر كيف مصطفى لما اجت عندنا وجبنا لها الشاي. فاذا انا صرت شيء بدهم الناس تشوفه. نعم. بعدين انتقلت للمدرسه، المعلمين والمدير، وبعدين انتقلت للشارع. في الزمن اللي انا كنت فيه فتي في السبعينات، يعني التلفزيون الوحيد اللي كان متاح لنا في الارض المحتله هو التلفزيون الاردني. واللي كانت الشخوص اللي نشوفها، الحاج مازن كباج، رافع شاهين، جلالة الملك حسين الله يرحمه، فهذه الشخصيات اللي احنا شو برضه نفس الاشي. المسلسلات هي غوار الطوشة يعني. نعم. مسلسلات غوار وابو عنطر. نعم. فهدول كلهم كمان برضه انا قلدتهم، كل اشي متاح لي. متى اتيح لك اول وقوف امام الناس بشكل فعلي؟ يعني 1969 كان عمري 10 سنوات. في مدرسة خارج سور البلدة القديمة بكيلومتر اسمها مدرسة خولة بنت الأزور، لبسوني ملابس أبو عنطر،
حطوا لي هون راس قلب وكتبوا باطل والطاقية تبعته وطلعت قلت مقاطع من مقالب غوار بس الناس كانت تضحك ومبسوطة. شوي شوي أنا صارت تتراكم عندي إنه في رضا معين عن اللي أنا بعمله. بعدين بعد 4-5 سنين يوني صارت الناس تقول هاي الملك حسين، هاي رافع شاهين، هاي الحاج مازن الكباج، دائما يشيروا علي باسم غير اسمي. نعم. مع احترامي لكل الشخصيات اللي أنا بقلدها أو بعملها. لما صار عمري 15 سنة أجى عندي العقل اللداوي، والعقل اللداوي بيشبه كثير العقل الخليلي. نعم. يعني قطع غيار للخلايا إحنا. هلأ إذا بروح على مستشفى يعني واحد خليلي انكسرت إيده ما بتزبط إلا إيد اللداوي. نعم. الشكلين مخهم ناشف شوي يعني. ومخهم ناشف مفهوم إيجابي. إنه إذا بصمم على شغلة بجيبها يعني. أنا قلت ما بدي الناس تقول هذا أبو عنطر أو هذا فلان، بدي الناس تقول هذا مستقلة. نعم. حسام أبو عيشي. هون تشكل بداية وعي يعني. فصرت أشتغل على إنه أنا أكون موجود كحسام أبو عيشي الفنان. بجوز ما أنجحش فنان بس كحسام أبو عيشي المحاسب المهندس اللي أي إشي يعني، بس إنما الأسم يضل موجود هو. نعم. ومن هون بلشت. انطلقت من هون. صحيح. هل كانت هناك فرصة للتعلم والتدريب في ذلك الوقت ولا المسألة بقيت مسألة يعني اجتهاد شخصي في هذا المجال؟ إحنا الحقيقة بفلسطين لم يكن يتواجد أي معهد فني بحكم إنه إحنا موجودين تحت الاحتلال. تنين يمكن كان النظرة للموضوع إنه شيء ثانوي وهذا خطأ جسيم. نعم. يعني لأني أنا بذكر لما كان لما حرب ألمانيا مع روسيا وطوقوا لينينغراد، قديش طوقت لينينغراد، كان في تحت الأرض فرق موسيقية عم تتنافس مين حيعزف النصر يعني معزوفة النصر القادم. هذا بيعني قديش الموسيقى والفن هي مرادف للحياة اليومية يعني إلنا. الآن أنا ما درست، كملت بموهبتي، بعدين شوي شوي بلشت أطلع. بعد 67 صار يجينا من أحبتنا من شمال فلسطين، من فلسطين 48، وتيحت لهم فرص تعليم، فتحت بعض المجالات نتعلم في بعض الدول العربية، في ناس تعلمت في العراق، في سوريا، في تونس، وبلشوا يجوا خريجين. نعم. هلأ مع احترامي إلهم كلهم، تبين أن النظرية على الأرض يعني يبقى الكتاب كتاباً إلى أن يوضع خلف عشبة المسرح فيصبح مسرحية. أنا بتجيب ليش نظرية جامدة وتقول لي هيك قال تشيخوف وهيك قال فلان، كيف هاي بدها تتلائم مع وضعي أنا الفلسطيني؟ تحولها لا. نعم. لا، خصوصيتي أنا بدي خصوصيتي تكون موجودة في كل محل. طبعاً بما بعد أضيح المجال طلعت عملت ورشات ودورات فنية. أنا اليوم بعلم دراما وبعلم سايكو دراما الحمد لله رب العالمين. يعني سايكو دراما اللي هي العلاج من خلال الدراما. وهذا شيء كتير 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 يعني مهم لمجتمعنا، خاصة المجتمع المضغوط جداً، وكل الوطن العربي مضغوط جداً بلا شك. نعم. فتوسعت المدارك، إنما بظل دائماً النظرية يجب أن تتبع بتجربة. نعم. والتجربة. نعم. يجب أن تستفيد من النظرية. طب دعنا نتوقف عن هذا الحديث، هو حديث شائق وجميل. ونذهب إلى المجال الفني الفعلي. صحيح. هناك ما يسمى عندكم في مجال الفن بالمونودراما. صحيح. هل تطلعنا أكثر على هذا المفهوم وتعطينا مثال حي؟ يعني المونودراما هي شخص يمثل مجموعة شخصيات في مسرحية واحدة، بمعنى بدل 10 ممثلين هناك ممثل واحد يستطيع أن يؤدي، مش يعني يقلد، أن يؤدي 10 شخصيات. وهذه ما بتطب فيها، ما بيقرب عليها إلا ذوي الخبرة، يعني يكون قطع مجال كتير وقام بتمثيل عدد كبير من الشخصيات والكاركترات المسرحية اللي يستطيع هو يقدم. في قهوة زعترة شخوص متناقضة، بمعنى كل الإنسان له تكوينه، فهناك يعني من الشخصيات المشهورة مثلاً اللي كانت تقعد في مقهى زعترة، هو مقهى حقيقي مقدسي، الدكتور أنطون طرزي. لما أنت الدكتور تقول الدكتور أنطون طرزي في الخمسينات والستينات هو واحد من أهم 3 أطباء عرب متخصصين بجراحة الدماغ، ويدخل قهوة زعترة، يعني هذا لازم يكون له يعني قالب معين في الاستقبال. فكان له كرسي الخاص فيه وفنجان القهوة الخاص فيه، حتى الأرجيلة الخاصة فيه والتنباك الخاص فيه، يدخل ينطال كرسي من بين 500 كرسي. بالطبع احنا بنقول اليوم فلان شايف حاله، بمعنى انه يعني كبر او صار عنده أنفة او كذا. انت بتعرف اليوم الواحد احنا عندنا بنس جن بيطلع بيفتح تنظيم حسابه. نعم. يعني بنحبس له شهر بيعتبر حاله مناضل وكبير و... نعم. وغيره ادى وخدم الوطن 50 عام ويقول انا لم اقدم شيئا وكلنا مدانون كل لوطني. نعم. الوطن اكبر من الجميع يعني. لا شك. فبدخل أنطون طرزي، ف
فقباله بقعد شخص اسمه زكريا، هذا شخص متواضع بسلك المجاري المسدودة خلال الشتاء أو الحمامات تبعت البيوت لما بتنسد بحكم أنه البيوت ضيقة وشبكة المجاري، فدائما في مشكلة بالمجاري يعني. فالدكتور أنطون طرزي بقعد قدام زكريا، تجمعهم قهوة زعترة. فيوم الأيام الواصل بينهم والدي صالح رحمة الله عليه اللي كان بيعمل الأرجيلة أو الشيشة يعني، فبحط الفحم على أرجيلة زكريا، فزكريا بقول له يا صالح خلي أنطون يفحصني، يا زلمي حاسس راسي قد ما اشتغلت بعيد عنك في حاسه حمام. فصالح بقول له يخرب بيتك انا بدي احكي مع الدكتور أنطون طرزي بهذه اللغه، صحيح انت لغتك مستمده من اللي بتشتغل فيه، بحياه حبك لمحبوبه اللي هي امي تقول له للدكتور. بروح ابوي بقول للدكتور وهو بحط له الفحمه، بالله انك تفحصه لزكريا خزاني يا زلمه، كلك ما تيجي بقول لي خليه يفحصني خليه يفحصني. فالدكتور أنطون زكريا بمسك بربيج الأرجيلة وبيعمل أنا يا صالح أنا أفحص هذا، أنت عارف قديش الكشفية يا صالح؟ بقول له لا والله بس بعرف قديش قصة الست بهيجة يعني بالنسبة إنه هذا هو بده مليونير. دينارين ونص يا صالح، ولك يا زكريا وجع رأسك أرخص لك، بقول لك بده دينارين ونص. وال 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 على إيش ليرتين ونص هدول بسلك فيهم 20 مجرى. بقول له مش انا اللي حكيت، هو اللي حكى. المهم ابوي بياخذ زكريا الساعه 3 بعد ما زكريا ينفض كل جيبه وابوي ينفض كل جيبه ويجمعوا دينارين ونص، بياخذوا العياده أنطون طرزي بيفحصوا 5 دقائق وبياخذ منه الدينارين ونص. فهذاك العام بتشتي شتوى على القدس كبيره، فبتفيض كل مجاري البيوت، من ضمن البيوت اللي بتفيض مجاريها مجاري الدكتور أنطون طرزي، فصار هو بحاجه زكريا. نعم. باخوي بياخذ زكريا بروح بلاقي الدكتور أنطون طرزي واقف على كنباي تليانية لابس بجامة إنجليزية والسجاد عجمي. إلحقني يا زكريا إلحق إلحق إلحق. بتطلع زكريا بشوفه مين أنطون أجاك الموت يا تارك الصلاة؟ بقول له أنا أسندكني ظبط لي المجاري. بيطلع زكريا خبير في المجاري، بيعمل سكانر بيعرف إنه في ممسحة أو فوطة بالماسورة، بسحبها وبرجع. فبقول له أنطون قديش بدك؟ قديش بدك يا زكريا؟ بقول له ليرتين ونص. ليرتين ونص 165 قرش لي وال85 طن صالح. انا ايش ليرتين ونص؟ انت قلت بتسلك فيهم 20 مجرى. هو كل المجاري مجاريه، هذه مجاري الدكتور أنطون طرزي. طيب خذ يا زكريا. الدكتور زكريا لو سمحت، كل واحد دكتور باختصاصه، انت دكتور مجاري دماغ وانا دكتور مجاري. هذا مقطع يعني صغير. نعم اذا أنت حاولت أن تنقل هذه التفاصيل، ونحن نعرف أن كثير من الناس الذين يعني انتقلوا إلى العالمية بدأوا من هذه التفاصيل الصغيرة في حياتهم اليومية. صحيح. بالمناسبة نبارك لك حصولك على جائزة أفضل ممثل في مجال المونودراما في مهرجان قرطاج قبل ربما أقل من شهر تقريباً. نعم. فنتمنى لك التوفيق في هذا المجال. وماذا تعني المشاركة في مهرجانات من هذا النوع؟ وجود مهرجانات أيضا في العالم العربي على الرغم كل مشاكله تهتم بهذه القضايا، ماذا يعني؟ هو حقيقة أنه من 10 سنوات انخفض مستوى المهرجانات العربية كلها، بمعنى التعاطي مع فكرة المهرجان المسرحي أو المهرجان الكتاب أو مهرجان أصبحت وكأنها تأخذ الشكل يغلب على المضمون. يعني أنا كنت مثلاً في مهرجان قرطاج بال97 وبال99 شكل المهرجان، هيبة المهرجان، رهبة المهرجان، مين يعني على فكرة مهرجان المسرح قرطاج معروف أنه من أهم المهرجانات العربية، كانت 4 دول تتنافس على الجوائز، منافسة شريفة بس شرسة يعني. العراق، سوريا، فلسطين وتونس، هاي الدول الأقوى بالمسرح. أوكي، لما انت تروح تقدم مسرحيه تعرف انه الجعايبي من تونس جايب مسرحيه، تعرف انه شدى سالم جايب مسرحيه من العراق، تعرف انه من مثلا من سوريا جاي جهاد سعد وغيره وغيراته، في وزن اقبالك، فانت عندك العمل المسرحي بيصبح منافس. نعم. ولما بتحصل على جائزه يعني بتكون انت جدير بهذه الجائزه. اليوم شوي تراجع، فاجت اليوم في وكانه عاود اعاده لأسس المهنية في المهرجانات. يعني أنا بروح، أنا ضد مهرجان يروح يوزع الجوائز على الدول العربية عشان ما تزعلش دولة، لا تزعل، إحنا عاملين يعني مهرجان مهني، يعني نفرض مهرجان هندسة ويونس مهندس بمثل العراق رايح، يا أخي مش جايب مبنى أنت بيستحق جائزة. أنا بقول لا والله عشان العراق والشعب العراقي، أنا
والشعب العراقي واحد. نعم. قلبي مع يونس والشعب العراقي، بس هذا مهرجان له علاقة بالهندسة. إذا أنا بعطيه جائزة أنا بهينه وبهين العراق. نعم. ولا لا؟ أما إذا هو مهنياً بيستحق بقول المهندس العراقي ما وتفضل جائزتك. أنا أحب أن أحاسب مهنياً. فكان الحسن إنه تعاد الأمور إنه إحنا الجوائز والنظر إلى كل المهرجانات تقدم من خلال المهنية. نعم. إذا العمل يستحق يستحق بغض النظر عن الدولة اللي جاي منها أو الفنان اللي جايبه. مسرحية قهوة زعترة 7 من 7 جابت اللجنة 7. كان برأسها رئيس نقابة الفنانين العراقيين. وهو اللي قال لي بعد المهرجان إنه 7 أصوات 7 من 7 لأنه عملك يستحق، لأنه إحنا شفنا كم من الطاقة الإيجابية في عملك. في أعمال كانت سوداوية، يعني أن يخرج يطلع ممثل على المسرح يدير تنك الدم وأيتها الآلهة ماذا فعلت بنا. أنا بالنسبة لي حتى لو أنت من أين أتيت بهذه الطاقة الإيجابية وأنت خارج من تحت الاحتلال والمواجهة اليومية الاشتباك اليومي وعدم الشعور بالأمان لو للحظة واحدة؟ إحنا كنا قبل قليل نتكلم إنه ناس تجلس في القدس أمام بيوتها والجميع يتمنى أن يكون مكانها، لكن في لحظة ما يمكن أن يتحول هذا الجالس إلى جريح أو شهيد أو معتقل. صحيح. شايف آخر جملة أنا بدي أبدأ منها. نعم. إذا أنا عارف إنه أموري بيد الله وقدر الله موجود دائما وين مكان، سواء كنت أنا رايح أشم الهواء بالريفيرا أو قاعد أشرب كاسة شاي بالعمود، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طب وأنا موجود تحت احتلال، إذا أنا عندي لحظات من الزمن يجب أن أستغلها بالثانية وليس بالدقيقة، أن أعيش حرا كريما وأن أعيش وأن أدع غيري يعيش، بمعنى غيري من الناس من أصدقائي من جنب. بالتالي ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونحن نوسع السبيل لهاي الحياة. لما أنا بجيب مجموعة طلاب أنا بعرف إنه في هون برج مراقبة وهون برج مراقبة باب العمود، وعلى الباب نفسه في كمان برج مراقبة. أنا لما بجيب مجموعة طلاب بحطهم على درج باب العمود وبعمل لهم سكتش مسرحي، مش عشان يضحكوا من السكتش المسرحي، عشان يعرفوا إنه هذا الدرج درجنا وهذه الحيطان حيطاننا وهدول الثلاث أجسام هي غريبة. حتى للأجنبي أي حدا بنظر على باب العمود بقول لك هذه الحضارة والجمال والرائع وسور القدس وعبد الحميد والسلطان سليمان القانوني، هذا البنى السور وهذه العظمة، بس هذا المبنى شاذ. أن أثبت هذه الفكرة وحدها أكون قد نجحت. نعم. أن يخرج مواطن إنجليزي عمر 92 عاما بيحضر لي مسرحية في لندن ويطلع يقول لي I am sorry، أنا كنت واحد من جنود الانتداب البريطاني في فلسطين وقتلت بيدي 3 فلسطينيين، أن يقف بهذا العمر ويقول لي أيام سوري أنا آسف، هذا يكفيني. أن يخرج مواطن أردني في الأردن ويقول لي أنا أستاذ حسام بدي أشكرك لأنك دخلتني على القدس بدون ما أحتاج أروح للسفارة الصهيونية وأقدم لفيزا. شايف هذه الجمل قديش صغيرة؟ هي ما يصنع الفن الفلسطيني، هي ما يعطيني الطاقة والأمل. كمان عندما تتواجه مع الموت وجها لوجه، نعم، أنا أعتقد إذا أنت مؤمن بقضيتك يصبح الموت أصغر منك، وهذا ما يجعلنا نعمل مسرح باب العمود وباب الزاهرة. بالمناسبة يمكن الناس هذه معلومة لأول مرة، أول حكواتي مقدسي كان يعمل الحكواتي في المسجد الأقصى المبارك. حضرتك مش أنا؟ لا نعم، بس قد يستغرب مسجد أقصى وحكواتي وحكواتي، شو هالتناقض؟ إحنا دائما نقول إنه المسجد الأقصى لم يكن فقط مكانا للعبادة، هو كان مكان للدراسة، كان مكان للعب، كان مكان للحب. كثير من الشباب والصبايا يتعرفوا على بعض في المسجد الأقصى، وحكم إنه اللواوين المسجد الأقصى للي بيعرفوا عند ساعة العصر متاح لك الدراسة بنسبة 90% تلزق المعلومة براسك. يا أخي من الله هيك بركات. فالشباب باللواوين هون والصبايا، قد يكون شاب شاف صبي وقال له أنا شفت صبية فلانة مع بنت عمي. طبعا ده تأكيد بالمعنى الإيجابي فقط وليس بأي طبعاً معنى آخر. طبعا 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 أكيد. نعم. ولكن أنا وأنا ولد صغير عمري 11 سنة لما كنا نطلع من صلاة العصر أنا وأبوي من المسجد الأقصى طالعين درجات قبة الصخرة، بالمنتصف في كأس المتوضأ، على يمينه في مصطبة وعلى شماله في مصطبة، على المصطبة اليمين يطلع الشيخ صالح خميس أول حكواتي مقدسي، هو نفسه اللي كان يصلي فينا ويجلس على المصطبة ويقوم بطقس الحكواتي، والمصلين يقعدوا على المصطبة يتفرجوا عليه. أنا هقول طب إحنا يعني سمعنا خطبة أو درس ديني جوات مسجد القبلي وهلأ شو اللي بده يصير؟ ليش القعدة هذه هون؟ ويبدأ يحكي حكاية من التاريخ العربي والإسلامي، عنترة والزير سالم. ما أخذني أكثر هذا الممثل العبقري، لا يمتلك شيء سوى صوت الجهوري وعصاه التي كان يتعكز عليها ويجلس ويقول
وين وصلنا امبارح؟ ولما الزير سالم جساس قتل اخوه كتب بالدم وصيته وقال واستل سيفه. اطلع على المية اللي قاعدين على المصطبه بتطلعوا على السيف. نعم. وهو حقيقه ما في سيف، ما في سيف. ايده. نعم. ولكن اخذهم بصوته وبالشخصيات التي يعملها. من هون يبدو والبذر اللي عندي هذه اجت اول سقيه إلها. انه حلو ايش بيعمل هذا الزلمه، وهذه الناس اللي كانت تصلي عم تتفرج على شيء فني جميل وفي بعض الضحك، يعني في بعض الطاقه الايجابيه. لهيك انا بقول لما انا كنت افوت على المسجد الاقصى واصور حلقه من حلقات الناس وحراس ولا احد يحتج نجلس على الدرج نعطي المدائح، حتى نستخدم انه هاي برا صوت الطخ او سيارتي بعيد عنك الكذا عم بترش واحنا هون عم نحضر للفطور. يعني بتحس في موازاة من نوع مختلف. نعم. انا دائما بقول انا عملت عمليه قسطره في القلب، الف سلامه، وركبت شبكيه. اوكي. الطبيب اللي عمل لي العمليه هو طبيب يهودي روسي، وهو داخل عندي بعد ما عملت العمليه بيومين يعني للمراجعه او للكشف، كم الورود بالليوان المستشفى كبير، فبيسالني بقول لي مين يعني انت شو بتكون؟ قلت له انا فنان، يعني فنان فلسطيني. قال لي يعني، قلت له انا نجم فلسطيني يعني. اللي بقول يعني هذا الورد كله لك برا؟ قلت له اه، ما هم طلع يا مك شو مكتوب عليه، مكتوب اسم حدا غير. قال لي لا بس بستغرب، انت عارف مين في الطابق فوقيك؟ قلت له لا بعرفش. قال لي انت بالطابق السابع، بالطابق الثامن فوقيك غرفه شارون مغلق عليه بثلاثه ابواب والريحه النتنه بتطلع منها. قلت له انا ما استغربت لانه هو بصنع الموت وانا بصنع الحياه. جميل جدا. مش راح يحظى ولا بورده ولا على قبره. نعم نعم. وذهب الى الجحيم وجهنم ان شاء الله، وبقيتم ايضا تنثرون الورد وتنثرون الفن والجمال. استاذ حسام، للحديث بقيه بعد فاصل قصير بحول الله تعالى، فنرجو من المشاهدين الكرام ان يبقوا معنا لنواصل حديثنا على ضوء القمر بحول الله تعالى. اهلا ومرحبا بكم من جديد اعزائنا المشاهدين على ضوء القمر مع الفنان المقدسي الفلسطيني والحكواتي والاعلامي الاستاذ حسام ابو عيشه. مرحبا بك معنا. يا حياك الله. سارجع قليلا للخلف والحديث عن رؤيه الحكواتي وهو في المسجد الاقصى يقوم بسرد الحكايات، وانت الان تقوم بعمل يعني جميل جدا فيما يتعلق بتعريف الناس بالاماكن المقدسه والاماكن الدينيه والسياحيه في المدينه، او بمعنى اخر تعمل مرشدا سياحيا ولكنه ليس عملك في الحقيقه، انت تتطوع من اجل القيام بهذا العمل ولكنك تقدم هذه الماده التاريخيه بشكل مختلف بطريقه الانسان الذي عاشها، عاش تفاصيلها الدقيقه، وربما ناخذ امثله على ذلك من خلال حديثك. يعني أنا عادة في هيك فندق صغير خارج السور اسمه فندق الجيروسلم، يعني فندق القدس. نعم. أقضي ساعتين الصباح فيه، هو رايق شوي، بشرب فنجان قهوة، بكتب اللي بدي أكتبه، برد على تليفوناتي. هذا بتواجد فيه كثير من الصحفيين والمرشدين بحكم أنه فندق بدهم ياخذوا سواح ويدرجوهم على البلد. وأنا زلمة الحمد لله رب العالمين، التواضع سمة من سماتي بحكم أني أنا بقعد زي الناس، بقعد وبشرب. فبكتشف انه الناس المرشدين بيقولوا للناس للسواح، سواء هذول السواح عرب او فلسطينيين او اجانب، بيجيبوهم بيعرفوهم علي، بيقولوا لهم هذا القدس. انا يعني بجفل، بقول له يا زلمه، بقول له يا استاذ، احنا متعلمين التاريخ ومتعلمين، ما بنعرف نقول القدس زي ما بتقولها انت. بقول له طب كيف يعني؟ طب ما قال لي ما بعرفش، احنا بنشوفك، ما احنا بنكون باب العمود كلنا على الدرجات، الله يرحم شيرين ابو عاقله، بيكونوا يستنوا الحدث وانا بكون الحدث. يعني بشوفوني جايب ناس من هون من هون. انا مش مرشد سياحي وليس ما عنديش يعني رخصه دليل سياحي. بالمناسبه في القدس انا بطلبش رخصه من حدا.
نعم عشان تعرف حتى المسرح يعني بيجي مرات الاحتلال بيغلق المسرحيه وكذا ولكن بنعملها يعني ما بطلب اذن من حدا بتاتا. لكن انا اقدم القدس كمواطن يعشق ترابها. انا بعشق كل فلسطين والوطن العربي، اذا تالم مواطن في موريتانيا فهو المه عندي، وهذا مش شعار. ولكن انا بحكي دائما بربط ما بين الحجر والبشر. لا استطيع ان احكي عن حجر بدون بشر، لان نتحدث عن المسجد الاقصى المبارك بناه بشر. نعم. كنيسه القيامه بناها بشر، بالنسبه لي هذول البشر بنفس القدسيه. لما انا بحكي عن مصطبه او باب، ما كان في ناس هون، كان في احداث، واجت النتائج هاي الطريقه كثير ايجابيه. الناس بتنزل على البلد، خاصه الناس العرب والفلسطينيين، ما بدهم يسمعوا درس تاريخ جاف. نعم. يعني بيسمعوا درس تاريخ في حدوته وفي بشر وفي ناس وفي حكايات. لما احنا بنوصل مثلا بطريقنا في البلد القديمه نازلين على المسجد الاقصى المبارك من طريق الواد، العقبه اللي قبال باب المجلس، احد ابواب المسجد الاقصى المبارك، اسمها عقبه التكيه. شو استاذ عقبه التكيه؟ التكيه احنا بنعرف التكايا هي بيوت لاطعام الفقراء. هذا مسمى تكية، وهذه اسمها تكية خاصكي سلطان، اللي هي روكسانا يعني أصدرت من ميزانياتها لمدى الدهر تقتص حتى إطعام فقراء المدينة المقدسة. وأنا عمري يعني 6 سنين و7 سنين بنعرف الفطور شوربة تكية. الشوربة تكية يعني احنا بنسميها شوربة تكية، هي شوربة قمح مجروش، هي ماء قمح مغلي على ماء من الحطب يعني، أوكي، ونيوترال، له مالح وله حلو، بحيث انه العيله تاخده تستخدمه كيف بدها. فاحنا اولاد صغار ناخذ الطناجر من البيت ونصف على الدور، نتطلع من الشباك على شخص اسمه ابو جمال، الله مبارك في صحته يعني، وعنده سن ذهب، بس كنا نخاف منه لانه جهوري هو، وحفظنا كنا عن غير يعني، يحرك يبقى في الشوربه في طاسه كبيره فوق الفحم وعينيه على الشباك، ولا واقف منيح، ايه شافنا. بعدين نصف كنا على الدور وناخذ بالكيل ورا بعض على للبيت، ناكلها سخنه الصباح حلوه، ابوي يحط عليها معلقه سمنه بلديه يعني، وناكلها وتدفينا خاصه بالشتاء، طاقه. والظهر يكونوا ملحوها، امي ملحتها وعصرت لها عليها ليمونتين وفتينا فيها خبز تغدينا، واقول الله يرحم روكسانا ما فكرتش في العشاء. هذا الناس كان يطعم لنا. لما انا بحكي هاي الحدوته لطلاب بيضحكوا بنبسطوا، وبنفس الوقت المعلومه دائما بترسخ. نعم. كان مؤتمر طبي كبير في القدس، خصص هذا المؤتمر لدراسة اسم المؤتمر السلام البيتية. شو السلام البيتية؟ إنك أنت ما يكونش درجك زي هيك بلمع، لازم تحط له شيء يقل إجر. إذا عندك أطفال بتزيح الكنباية عن الشباك متر حتى الطفل ما، إذا عندك زوجة حامل قيم الحبوب احفظ أنهم ينحطوا بجرار. نقيب الأطباء قال لي أستاذ إحنا عاملين المؤتمر 5 أيام، فبدنا هيك آخر المؤتمر يعني تيجي تبسطنا بمقطع فني. قلت له عن إيش المؤتمر؟ قال لي والله، قلت له بعت لي ورقة، فبعت لي ورقة أنا، عملت له عرض مسرحي مونودرامي عن كل اللي حكى عنه، أوكي، عن كل اللي حكى عنه يعني بضحكة ونكتة يعني الحاج أبو محمد كنته بتتعاطى حبوب مني حمل يعني، عارف كيف؟ فهو بده يدخل عليهم يلا فيكو بتعرف اختريه بفيقوا بكير وبحبوا كل الدار بفيق بكير. نعم. فبفيقوش بطرق الباب، يبقى ابنه ومرت ابنه طالعين من الدار. نعم. ايه نفد اخذها يطعميها بوزة. وهلكيت بتصل عليه بيقول لي والله تعبان المرة اخذتها على المشت، شو هذا اخر حاطين ملباس ما طعموناش منه، الحاج بيسلخ حبتين من منع الحمل حماها. بعد شوي بنقلوه على المستشفى، شو صار؟ قال حج اكلنا حبتين ملبس. بقول له هذا الملبس مش لك، هذا الملبس لفاطمه. ليش لفاطمه؟ ما ولا صرنا نعمل كل الإشي بحوادي، ضحك وضحك لقاله بكفي. في النهايه نقيب الاطباء قال لي لو بعرف انه بدك تقدم هذا المشهد للغينا المؤتمر وقمنا السكرين وهالشرح كلياته. لا كل الاحترام لهذا، بس في الفن في خدمه الانسان، في خدمه القضيه، هذا هو المهم. اليوم اصبح الفن في خدمه الصحه، في خدمه الطب، في خدمه التعليم، بالدرجة الأساسية هو في خدمة الإنسان في النهاية بلا شك. نعم. خاصة في عندما نتكلم عن قضية مثل قضية القدس، وهي قضية القدس وفلسطين بصفة صحيح. عامة، وأنت تعيش هناك بشكل يومي، ما زلت موجودا هناك، نقل هذه الصورة بالشكل الفني ليس سهلا في الحقيقة. أنت لا تتكلم عن بيئة عادية أكيد. فيها من السلام والأمان. صحيح.
الكثير، وبالتالي تنقل هذه البيئة بشكل تفاعلي جميل جدا، وهناك مسرح وهناك. أنت تتكلم عن بيئة مفعمة بالأحداث والتفاصيل والأزمات اليومية. يعني ذات يوم أنت كنت في إحدى حلقات ناس وحراس على سبيل المثال في شهر رمضان الماضي، كنت تقوم بحلقة من الحلقات، وجدت الصحفية شيرين أبو عاقلة التي عقدت معها اللقاء الأخير ربما في حياتها، ثم بعد أيام قليلة توفيت، قتلت، أطلقت عليها رصاصة وانتهت حياتها. هذه التفاصيل ليست بسيطة أن ينقلها الفنان، سواء بالجانب المشرق وجانب التحدي أو جانب أيضا الألم الفلسطيني. يعني فيما يخص شيرين، الله يرحمها، وهذا قدر كل فلسطيني وكل إنسان عربي، أنا كنت في تونس، لم أكن أريد أن أكون في أي مكان في العالم في هذه اللحظة إلا في القدس فقط لا غير. بس أنا بعد يومين، يعني الموت حق علينا، كتبت لشيرين رسالة صغيرة، قلت لها أنت كذبتي علي 3 كذبات وأنا بعرفك ما بتكذبي، قلتي لي أنه ما عندكش أب وأم، قلتي لي ما لكيش إلا أخ واحد، قلتي لي أنك متجوزة ما صار لكش عرس. انظري يا شيرين من تابوتك وشوفي أكم أب وأكم أم وأكم أخ وأكم أخت، وشوفي لي واحدة صار عرس زي عرسك فيها. هذه شوية بتقلب المفهوم هيك من حزن الشديد والألم وطاقته. ولكن مثلا بما انه احنا بموسم الحج نقلب الصفحه شوي. احنا في حجاج بيروحوا وبيجوا، ابو محمد من رام الله، فاهم كيف، ومتجوز مقدسيه، الله بلا في مقدسيات حلوات، كان خطبها وطلبوا وتجوزوا، طب قالوا الاحتلال، انت برام الله كيف بدك تطيع القدس؟ 5 سنين ما شافش من محمد، مرته اكثر واحد 5 سنين من غير مرته، فبده يشوفها مش عارف كيف. اجت بعدين فكره ابو محمد ذاك مش كليل يعني، دير بالك، قال هي بسجل للحج وبخليها تسجل وبنلكب مكة من حج وبنقعد لنا اسبوع، باخذها على جد بسبحها للحج من محمد، خليها المهم بشوفها. قدمت للحج، قدمنا الحج، وافقوا عليها، هو ما جاش اسمه في الليسته، كان ما زبطتش، بدي اشوف ام محمد، اقول لك بقدم تصريح على القدس، هي بالقدس بركي تعطوني تصريح يوم الجمعه، بنصلي الجمعه وباخذها على سوق القطانين، بشربها خروب وسوس وتمر هندي ونوتش كعك وفلافل، وبنطلع باب الخليل ناخذ حبتين برازك ومنروح المغربيات. يعني المهم ايش؟ اشوف الحجه، الصلاه ب 10,000 في مكه، برضه هي الصلاه ب 500 في المسجد الاقصى مش قليله، والله تحممت، تعطرت، توضيت، قدمت تصريح، طلعت بالباص من اتجاه، طب بالله وحاجز بنص الطريق، قديش عمرك؟ قلت له يعني 47 و7 أشهر، قال له أخرى 5 أشهر بتيجي، فوق 50 لازم تبكى ممنوع. قلت بدي همش يعني أشوف أم محمد، أما أقول لك والله غير أشوفها لو بالكرية اللي جنبنا، صحيح هي قدس والجدار بيني وبينها، بصلي بجامع رجال بلطلع فوق، هذا ما هو طابق ثاني، بلش أشوف تويل رايح من جامع النسوان، والصلاة في الجامع 27 صلاة، يعني بصلي وبشوف أم محمد. والله تحممت، تعطرت، توضيت، فتحت الباب اللي هي حيطة، قلت وين؟ صار على باب الدار، هذا مقصوده بدي امشي انا اشوف ام محمد، اما والله بدي اشوفها، بدي اصلي بالدار وادعي ربي اني اشوفها. دخلت على الحمام اتوضى، الا هي معلقه جرافه تحملني انا والحمام، قلت يا ربي في قيه سماء وتحتيه بعيد عن شم، وين اصلي؟ يا سلام، هذه بتطلع هذا مدته دقيقتين. ولكن هو رحله المواطن الفلسطيني انه يشوف زوجته، يشوف بنته، يشوف لما احنا بنحكي عن العائلات يمكن المواطن ما بيقدر يستوعب، مرات بنوصل لدرجه من السرياليه انه الشيء لا يصدق. كنا لما نشوف فيلم بهوليوود نعمل هيك، اليوم هوليوود بتشوف حياه الفلسطيني بتعمل هيك. انت لا تصدق انه في منزل على زاويه يا اخوان له مدخلين، مدخل من هون ومدخل من هون، المدخل هذا قدس يعني ضمن محيط القدس، المدخل الثاني ضفة غربية. فالبيت مقسوم نصين، يعني هو بيقدرش يمرق من الصالون لغرفة النوم، ممكن يزقطوه في اللوان. اضحك يا يونس، بس هذه حقيقة، بضحك من الألم للأسف. طيب هل تعتقد بأنه الشعب الفلسطيني والمقدسيين على وجه التحديد استطاعوا نقل هذه المعاناة بكافة الأشكال، بالإعلام، بالفن، بغيرها من الأشكال؟ هو الميديا اليوم، هذا التطور الرهيب في الميديا خلى كل فلسطيني صحفي، نعم، يعني بسبق الحدث، عارف كيف؟ ولكن احنا اذا نحكي عن انه هل خلتهم يستطيعوا ان ينقلوا هذه الصوره، هذا دور الفن، هذا دور الادب، هذا دور الشعر، هذا دور كل انسان ابداعي يعبر عن هذه الصوره.
احنا الناس بتعرف والعالم كله بيعرف، ليش نضحك على بعض؟ الشيء واضح وضوح الشمس، ولكن احنا اليوم العالم شوي مقلوب الهرم. بس انا ابوي بالزمانات كان يقول لي يابا تشيل الليل وبيجي ورا النهار، وكان يقول لي واحد استاذ ان احلك ساعات الليل ظلمه اقربها الى الفجر. انت بتنزل تصلي الفجر على الجامع ترفع اصبعك بتشوفوش، وانت طالع من صلاه الفجر يبقى الضوء ايش عم بشكشك بسموه. نعم. احنا مآمنين تماما انه فيش ظلم بدوم، فيش احتلال بدوم، وكل شيء له ثمن. الحريه لا يعني لا تعطى على طبق من ذهب يعني. نعم. واحنا اهلها. نعم. يعني شعب، انا برايي مش انا عم بقول شعر في الشعب الفلسطيني، فينا ناس مش بلا ود يعني، زي كل الناس زي كل الشعوب، ولكن احنا لن نتنازل عن حقنا يعني. ولا تقول لي اتفاقات وملاش غير اتفاقات. وانت اللي اطلقت لقب ناس وحراس، هم ليسوا فقط مجرد ناس، هم حراس ايضا. انا اذا بدي اقول شيء عن هذا البرنامج، هو صار اكبر مني بمعنى اخر. انتوا بتشوفوا انا بلتقي بالناس من دون ترتيب، ولا انه اليوم بدنا نعمل لقاء مع فلان، ناس على المقاهي، ناس في المطاعم، ناس في المساجد، ناس في السوق، بيعين. بتقول له انت شو؟ بقول لك ناس احنا هون موجودين ومشتركين، واحنا ناسها وحراسها موجود هذا الحكي في كل بني ادم متغلغل. والسبب الاحتلال، السبب الرئيسي الاحتلال، لانه لا يمكن انت هذه مكتوب عليها قناه الرافدين، صحيح؟ نعم. هات اقنعني انه هذه مش قناه الرافدين. لا يمكن، حتى لو كنت بارع في التمثيل او بارع في الكذب او في التضليل او في كذا، بتضلها هذه لي. وهذه قناعه راسخه عند كل مقدسي يعني. وعندما الامر يتعلق في المسجد الاقصى المبارك وفي كنيسه القيامه، يبقى هون كلمه الموت بتصبح يعني نعم تافه. راينا لك مقاطع جميله جدا، وانت تصف المكان حولك والزمان والأشخاص بشكل جميل جدا في أحد المقاطع في الحقيقة، وخاصة أنت تحفظ أسماء المحلات كلها بلا استثناء يعني، والمطاعم والأماكن والقهاوي وكل هذه التفاصيل تستخدمها باستخدام بارع جدا لكي ترسخها في الأجيال الحديثة من أبناء القدس، لأنه كما تفضلت قبل قليل الناس تعيش وقد لا تعرف ماذا يعني هذا المكان. صحيح. تحفظ معلومة عن هذا المكان تاريخية لكنها لا تعرف ماذا يعني. صح. صح. لأن الاحتلال أصبح يعني يفصل بينها وبين هذه الأماكن وهذه المقدسات، وكمان بيكون بمحاولة تهويد بلا يعني شك. صحيح صحيح، خاصة أن الأجيال اليوم كبرت وهي ترى مثلا يافطات في البلدة القديمة في الأزقة بأسماء عبرية. إنجليزي. صحيح. لكن في أسماء عبرية موجودة قبل لم تكن موجودة. مزبوط. بس هقول لك شغلي يعني، انا يعني قبل ما اجي هون بيومين ثلاثه لي صديقه في راديو يابوس، راديو مقدسي. نعم. يعني حكت معي قبل بيوم بتقول لي حسام الناس هلا ممكن تاخذ تصريح من اهلنا من الضفه الغربيه يعني يسمحوا لهم ينزلوا على القدس، بس بينزلوا باب العمود بيعرفوش وين يروحوا. نعم. يعني يا بينزلوا بيصلوا في المسجد الاقصى، يا بروحوا بيصلوا بالقيامه وبرجعوا. خذهم مشوار بكره معنا. كان برنامج 8 ربع الصباح، فانا قلت يعني بمعنى اخر بتنزل باب العمود، انت بس توصل باب العمود كأنك فاتح المصحف على سورة الرحمن، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، إنجاص مخضر بركوك معطر، صبر خليلي ما حدا شافه وكشر، عنب مقطر في اليمة ذوق لك هاللكمة بالنبي والله لا تأخذها، بتستفتح فيك، وأول ما تدخل الكوسة تبعت باب العمود بتشنف مناخيرك ريحة بنز حمام، وكأنها بتقول لك يا ميت أهلا وسهلا فيك في القدس، اشرب فنجان هالكهوة في الترحيبية. بتبلش انت تعبي مناخيرك ومعدتك، لو جوا شويه تضرب عينك اللي هو محمص عويده وزعتره، الفستق الحلبي وبزر عين الشمس وبزر البطيخ، الساعه محمص بالسلات الكش برا، لا يمكن تقدر تتجاوزه من دون ما تسرك، والسركه في القدس بمعنى الكمشات هذه محلله، يعني هو بشوفك بيعمل حاله ما شافك، وانت بتاخذ وانت مش شايف، تاخذ كمشه بزر بتحطها بجيبتك بتضل مدفيه فخدتك لاخر السوق، وانت تكسكس بزر، وتقول بس البزر وقف بحلكي، ما بتلحق تقول وقف بحلكي الا انت قدام عروس خدودها حمر ومزينين بالاخضر، كنافه جعفر مزينه بالفستق الحلبي والسمن النابلسي والجبن النابلسيه، ما بتسلم رجليك لجعفر وبتخش زي البس، بتقول له اعطيني نص سوقيه، بتاكل وانت طالع بتقول له ابوي بدفع لك، لا هو يسال ابوك ولا ابوك يراجعه، بتاكل نص سوقيه وتضل طالع تقول ول اكلت كثير خلص تكلت، والله ما متحط في تمي ولا لكمه، ما بتلحق توصل الكوسه وين بتعرفوا ابو الزحيقه تبع اللي بصلح البوابير،
الكوس اللي بعديه بعد ما توصل فندق الهاشمي هذا بطل عنده مطلع كبة الصخرة، في هناك مطعم اسمه مطعم عبد الحفيظ عبد اللطيف بيبقى حاطط السيخ الكباب برا، أوقف أنا مثل التني، شو التني؟ ابن التيس، فاتح فمي هيك وبطلع على سيخ الكباب، بشوفني الحج عبد الحفيظ عبد اللطيف يسحب من السيخ حبة يحطها بفمي، فيها السنوبر وفيها اللحمة وفيها اللي وفيها البصل والها، أذوب أنا وياها سوا، بس أكل كباب على كنافة صار بطني مخربش. ولا انت شامم ريحة بن سندوكة، هذا أتكل من بن زحمان عشان اللحم اللي أكلتها، وتشحب لك كاسة قهوة تمد لك قدام تلاقي أبو عصب كاسات الجزر عركنات من برا مصفصفات مثل العرايس تشل الأعمار موجودة الحجم اللي بناسبك بتاخده تشرب كاستها شدها الجزر تبرد فيها، وآخر إشي توصل فيها هناك درجة الأكباط، الأكباط عندنا في الحارة أحلى بنات أكباط، بينه وبينك الواحد هو شاب تعرف مرات عينه بتزلط هيك ولا هيك، أقول لك شفت لي صبية كبطية هيك طلع أشوف مطبق زلطيمه، أنسى الكبطية والمسلمة والمسيحية وأخش عند زلطيمه أخلع لي مطبق عليها ستشر ناعم، هاي لما تعملها هيك بتنغط الجبنة وتشلها وأطلع محول لحوال وأضلني مسند أتبطح على كبة الصخرة تمنه يودن العصر، أتوضأ وصل للعصر واسحب حالي اخذت شعشات واروح للاولاد. بعد كل هذا اخذت الكعكات. كعكات هي الفيزا. يعني هذه رحله الانسان المقدسي. صحيح. رحله الذي يعيش التفاصيل وليس فقط الذي يواجه الاحتلال، يعني هذا الانسان نفسه الذي يحب الحياه ويعشقها هو نفسه الذي يواجه الاحتلال. صحيح. في باب الاسباط، في باب الرحمه، في كل المواجهات التي في باب العمود. صحيح. وينتصر على الاحتلال ويفرض عليه عدم تغيير حقيقي خاصة في موضوع بوابة الإلكترونية. صحيح. عام 2017 و18 رسالة أخيرة للمقدسيين وللفلسطينيين وللعرب والمسلمين بخصوص يعني هذه المناسبة وهذه الأيام. أولاً كل عام وأنتم بألف خير. أنتم بخير. على الأمة العربية والإسلامية جميعاً وعلى كل الإنسانية من قاطبة إلى قاطبة. نحن توقفنا عن البكاء، بمعنى إذا بدنا نحكي عن بكاء جفت الدموع، يعني نحن لن نستسلم، ونحن نقول لكل مواطن عربي ومسلم وحتى مسيحي، لأنه إحنا في القدس بتعرف ما عندنا هاي التفرقة، أنت ربنا خلقك في أحسن تقويم فاعبد ربك في أن تحافظ على أن تعيش كريما. نعم. فقط لا غير. أشكرك جزيلا أستاذ حسام أبو عيشة الفنان المقدسي الفلسطيني، سعدنا بك على ضوء القمر، نسأل الله أن يحفظ قمر القدس وفلسطين ويحفظ المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة، وإن شاء الله تكون لنا نصيب في صلاة في المسجد الأقصى المبارك نحن وأبناء أمتنا العربية والإسلامية وأبناء العراق أيضا وكل العالم العربي والإسلامي. شكرا لكم على طيب المتابعة أعزائي المشاهدين على ضوء القمر، نلتقيكم إن شاء الله مع أقمار جديدة في حلقات قادمة، تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.